بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك لليوم الثاني على التوالي وذلك من أجل امتحان واختبار بعض التلاميذ والتلميذات في هذا المسجد المبارك في هذا الشهر المبارك نرحب بالإخوة الأساتذة والمشايخ وكذلك بالآباء والأمهات وبالتلميذات والتلاميذ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على تلامذتنا أن يفتح عليهم فتوح العارفين وأن يوفقهم توفيق الصالحين وأن يجعلهم من الناجحين نفتتح هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها الطالبة سهام إكركون فلتتفضل مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم فتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله إخوان الأفاضل سينشط معنا هذه الأمسية الأخ ياسين غولا فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم نفتح لك إخواني الكرام كما تعلمون نحن عندنا مسابقة في القرآن الكريم وهذا هو اليوم الثاني. Competitie, tweede dag van deze editie. Zoals dat we altijd doen, inshallah, beginnen met een recitatie dat net de zuster heeft voorgelezen. Het programma van vandaag zal zijn twee categorieën, inshallah. Categorie van vijf ahzab, ook die onderbracht worden in hifd in combinatie met tajweed. En vervolgens zullen wij een korte pauze nemen. We zullen salat al-asr verrichten. En na het gebed, inshallah, gaan we overgaan naar de tweede categorie van vandaag. Namelijk het tartiel. Daarover gaan we straks meer uitleg geven. Ikhwan al-kiram, ma'ana far'ain al-yawm. Sanabda insha'Allah bi far' khamsat ahzab. Thumma naqum bi istiraha. Wa naqum bi salati al-asr. Wa ba'daha insha'Allah nuwasil bil far' al-thani. Wa huwa far' al-tartiel. Nabda insha'Allah ala barakatillah bi al-far' al-awwal. Wa huwa al-far' فرع خمسة أحزاب. Dus we zullen beginnen met de eerste categorie, categorie van vijf ahzab. Een korte uitleg over deze categorie. Elke deelnemer en deelnemster heeft zich voorbereid met vijf ahzab. Dus vijf ahzab van de Koran hebben ze gememoriseerd, ze hebben het goed herhaald en daarin zullen ze ondervraagd worden. Het aantal vragen dat ze krijgen is beslist op drie vragen. En die drie vragen zullen gegeven worden door onze welgeliefde juryleden. فإذا في فرع خمسة أحزاب يكون هناك خمسة أسئلة في حفظ المتسابقين والمتسابقات وثلاثة أسئلة نعم في حفظهم وحفظهن
ثم بعد ذلك إن شاء الله نقوم بفاصل. ثلاثة أسئلة. نعم ثلاثة أسئلة. نبدأ إن شاء الله بالمتسابق الأول. نزل به نمت لإيرستا ديلنيمر. بوشهبة زكريا. ماكس يخ برزنتيرا فوران. سافش كتوية تبراتين شنو سكير. نبدأ بالمتسابق الأول. بوشهبة زكريا. طيب زكريا يا بنت كلافو يا انا كان يبي هنا ان شاء الله. زكريا انت زكريا ابو شهبه ما شاء الله. فين عبد الكريم؟ عبد الكريم ملك احمد يبو عبد الكريم. خير ان شاء الله. مستعد ان شاء الله. استعد على بركة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم جميعا. السؤال الأول. اقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أعد من الأول. أعد من الأول. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي المأوى. أعد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. حسبوك ما شاء الله تبارك الله، لا يفتح عليك، لا يجعلك من الحافظين إن شاء الله، لا يوفقك لختم القرآن. بارك الله فيك وفي والديك، تفضل. فتح الله عليك زكريا أبو شهبة. Het is niet makkelijk om vooraan te zitten en te reciteren. Zeker als je vragen krijgt over vijf ahzab verspreid. Dus we motiveren elkaar en we zijn super trots op al de leerlingen, al de deelnemers en deelnemsters die vandaag meedoen. طيب ننتقل الآن إلى المتسابقة التالي. أولاد عبد القادر عبد الله. The volgende deelnemer is أولاد عبد القادر عبد الله. فليتفضل مشكورا. ربما تكون بعض الأسئلة كذلك الصورة كتختم الصورة يخصو يبدا. أها. نبههم بشوية. طيب. ما يوقفوا حتى يسمعوا. نعم. Een kleine opmerking, vooral voor de deelnemers en de deelnemsters. Het kan zijn dat je een vraag krijgt op het einde van een hoofdstuk, van een sura. Dat wil niet zeggen dat je moet stoppen bij het einde van die sura. Goed? Dat wil zeggen, je blijft verder lezen totdat de juryleden zeggen van dat het gedaan is. Als je niet hoort dat je moet stoppen, dan ga je gewoon verder. Dat is de bedoeling. Abdullah, op het gemak. Niet stressen. Je kan dat inshallah. Wafakak Allah. Abdullah, كيف حالك؟ الحمد لله. قلبك صوم ولا؟ قلبك صوم؟ يا قلبي شهر رمضان؟ لا. ما شاء الله، الله يفتح عليك ان شاء الله. السؤال الأول، اقرأ بعد الاستعاذة من قوله تعالى، اقرأ من قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون.
أنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. حسبك ما شاء الله تبارك الله لا يفتح عليك. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حسبك ما شاء الله تبارك الله. السؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إن الأبرار لفي نعيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. حسبك ما شاء الله تبارك الله عليك يا عبد الله. ختمت ولا مازال؟ ختمت القرآن؟ لا يفتح عليك إن شاء الله، الله يوفقك لختم القرآن
ولحفظه بإتقان ما يجعلك من الصالحين. فتح الله عليك عبد الله يمكناري بلاسيان. ما شاء الله إن هي الخود ريسيتاسي قراءة سليمة. الآن المتسابق التالي ولاد بن طيب هارون. ولاد بن طيب هارون. فوق ندير لي مرئيس هارون ولاد بن طيب. يمكى فراك نيمة. أنا ماكى هانزيتة. Die toont ook aan dat ondanks de leeftijd, hè, dat het altijd mogelijk is om de Koran te lezen en te leren. Het is niet dat je zegt van ik ben nu oud, of ik ben volwassen, of ik heb er geen tijd voor. Er is altijd tijd, tijd genoeg. Ben je er klaar voor? Bismillah. Laat me het hier, mashallah. كيف حالك؟ زين؟ السؤال الأول يقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا عود من الأول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطمع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون حسبك ما شاء الله تبارك الله السؤال الثاني يقرأ من قوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وذرني ومن يكذب بهذا الحديث سأستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه من نعمة من ربي لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين حسبك ما شاء الله تبارك الله الله يفتح عليك السؤال الثالث
اقرأ من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. حسبك ما شاء الله تبارك الله، لا يفتح عليك، لا يجعلك إن شاء الله من حفظة القرآن، لا يوفق لختم القرآن. بارك الله فيك وفتح الله عليك. هارون انت قد كده ما شاء الله. Je mag nu dat terug naar je plaats gaan. Pas op voor de micro, ja. Sorry. Dus jullie zien, je hebt goed gedaan, hè? Ondanks de stress, ondanks de vele mensen die aan het kijken zijn, is het een kunst om zich te kalmeren en rustig te houden. MashaAllah, goed gedaan. De volgende deelnemer is Mohammed Harshawi. Mohammed Harshawi, فليتفضل. Even ertussendoor, de manier waarop er punten wordt gegeven, ja, een herinnering. Er worden punten gegeven op hifz, dus het gedeelte dat van buiten geleerd moet worden. Dat is de essentie, daar worden de meeste punten op gegeven. Er worden punten gegeven op de uitspraak. Zoals jullie weten heeft de Koran, hecht de Koran heel veel belang aan de uitspraak. Er worden punten gegeven op de tajweedregels, de manier van het reciteren, van het psalmoderen. En dan worden er ook punten gegeven op de vloeiendheid. Dus hoe vlot kan de leerling de vraag antwoorden en verder gaan na wat de jury hem heeft gevraagd. محمد كيف حالك؟ بخير؟ الله يفتح عليك. السؤال الأول من سورة التغابن، اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذا ألقوا فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء بصير والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو
وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة فينبئكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم يلا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم حسبك ما شاء الله انت كتشوف شهادتي فالعزيزي مشات كتمشي معاها ولكن هذه خصك تتبعها فيها عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ما شاء الله تبارك الله الله يفتح عليك كتقرا بغش ولا في حبس الله يفتح عليك السؤال الثاني يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه أعد يبصرونهم وكمل الآية يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه حفص لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يومئذ ورش عاود يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون دائمون والذين هم لفروجهم حافظون عود من قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون على الذين هم على الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين هم في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الله يفتح عليك حسبك ما شاء الله تبارك الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك فتوح العارفين السؤال الثالث يقرأ من قوله تعالى أنبحثنا على كذا كذا ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كفرة أولئك هم الكفرة الفجرة عود لي ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها كفرة أولئك هم الكفرة الفجرة لا يفتح عليك حسبك ما شاء الله تبارك الله أنت يا محمد صوتك والله جميل صوتك صوت القرآن اجتهد إن شاء الله باش تخدم وتحفظ القرآن وتصلي بنا التراويح إن شاء الله يا الله أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلك من الحافظين
المتقنين لكتاب الله. لا يفتح عليك. فتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله. We gaan nu over naar de volgende deelnemer. المتسابق التالي غولا معاذ. غولا معاذ. فليتفضل. Je mag je vraag nemen en dan gaan zitten op de stoel. إخواني الكرام، فقط أذكر ما قلته سابقا أن التنقيط يكون على الحفظ ومخارج الحروف وأحكام التجويد وسلاسة التلاوة. وما شاء الله كلهم يستحقوا الجوائز، ما شاء الله والهدايا، أصوات جميلة وقراءة جيدة، معهم مستقبل إن شاء الله هؤلاء الأطفال وهؤلاء التلاميذ، يعني كلهم خير، كلهم الله رجال المستقبل. معاذ استعد إن شاء الله على بركة الله. اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أعود من الآية. أعيد من أول آية. أعيد من أول آية. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. يا غير بهدوء ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حسبك. ملي كيكون شي كلمة ما عدلهاش أي تلميذ تعتبر منهم خطأ، يعني يقدرش يعدلها. ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يفتح عليك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة ونعيما جنات وسعيرا. عود. فوقاهم الله. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسعيرا. وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وسعيرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم رب وجزاهم شوف
شوي زيد أقول. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. حسبك يا معاذ. ما شاء الله، الله يجعلك إن شاء الله من حفظة القرآن ومن الخاتمين لكتاب الله. السؤال الثالث، اقرا غير بشويه عليك ما تجريش غير بشويه معنا شويه الوقت. شحال باقي العصر؟ مازال العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وما نقموا منهم إلا النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود فهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن بطش ربك لشد عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك أعد الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أعد الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا الآية دي بقريتها أنت حتى بقريتها شوف عودها غير بشوية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. حسبك يا معاذ. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا معاذ. اللهم وفقه لختم القرآن. أسأل الله أن يوفقك لختم القرآن. آمين. فتح الله عليك. ما شاء الله تبارك الله. Kleine opmerking naar de deelnemers en deelnemsters. Probeer zo rustig mogelijk te lezen. Dat helpt om jullie op jullie gemak te stellen. Het heeft geen zin om zo snel te lezen. We hebben de tijd. De volgende deelnemer is Aulad Abdul Qadir Mohammed. Aulad Abdul Qadir Mohammed, falyatafaddal. Mohammed, neem je tijd, installeer je goed, rustig, en dat komt goed, inshallah. Mohammed, kif halik? Alhamdulillah, leef te halik. Ala barakatillah, idhan Mohammed, iqra, su'al al-awwal, iqra. من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا حسبك يا محمد ما شاء الله تبارك الله السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكوهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلا أقسم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أولم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال كبير قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين حسبك يفتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله عليك لا يجعلك من حفظة القرآن السؤال الثالث والأخير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت
وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين متاع إذا تتلى علي أعيد من قوله تعالى إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم هذه كنت قريتها عرفتها إنه أدم الحسب لك شيء نذكر بها وقت إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين حسبك ما شاء الله تبارك الله عليك الله يفتح عليك صوتك جميل وقراءتك جيدة أسأل الله أن يوفقك لحفظ القرآن ولختمه تكون إن شاء الله من القراء الجيدين إن شاء الله بارك الله فيك أحسن الله إليك ما شاء الله تبارك الله الآن نذهب إلى المتسابقة التي بعده هي رحماني هبة رحماني هبة فوت نديرس نيمسر هبة رحماني Ik ga ook vragen om zo stil mogelijk te zijn alstublieft, dus zowel hier beneden, binnen de hadirin, al-hudu, al-sukut, hinema yatluna kitab Allah azza wa jal. Ook boven, indien mogelijk om wat rustiger aan te doen. Barakallahu fikum. Hiba, ala barakatillah. Al-su'al al-awwal. Ba'da a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين حسبك ما شاء الله تبارك الله لا يفتح عليك فتوح العارفين السؤال الثاني اقرأي من قوله تعالى
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله يجد إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يؤمن بالله إلا بلاغا من الله ورسالاته قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله يسلك من بين يديه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حسبك. ما يفتح عليك ما شاء الله تبارك الله. السؤال الثالث اقرأي من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. حسبك ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك. الله يجعلك إن شاء الله من الحافظات لكتاب الله. الله يجعلك إن شاء الله من المحفظات كذلك للقرآن. الله يجعلك إن شاء الله من الصالحات ويبارك الله سبحانه وتعالى في الوالدين ديالك.
تفضلي. إخواني الأفاضل، هكذا الحمد لله في هذا الجو القرآني الرمضاني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لدينا معنا بعض التلميذات والتلاميذ، إن شاء الله بعد صلاة العصر سنأخذ استراحة لمن أراد أن يتوضأ أو أن يتهيأ لصلاة العصر، ثم بعد ذلك سنواصل بعد الصلاة إن شاء الله. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بارك الله فيكم. Dus we zullen nu een korte pauze nemen, inshallah, om zich voor te bereiden voor Salat al-Asr. Degene die zijn wassing opnieuw moet gaan herdoen, of degene die inderdaad wat te doen heeft, kan nu even de tijd nemen daarvoor. We zullen inshallah na de istiraha meteen de adhan horen, en na de adhan zullen we het gebed verrichten. Na het gebed gaan we dan terug opnieuw verder met de deelnemsters die aanwezig waren, inshallah. Dus de planning die er nog overblijft is afwerken wat dat er nog overblijft bij Ghamzat Ahzab. En daarna zullen we dan ook af en toe een keer iets leuks doen, hè? Wat vraag en antwoord, met eventuele geschenken natuurlijk die jullie kunnen winnen. Dus blijf erbij, wees stil, hè? Hou je gerust. En dan kunnen wij eventueel beginnen met het volgende, inshallah. Tot na Salat al-Asr. Barakallahu fikum wa ahsana ilaykum.